بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. يسعدني النهاردة أكون مع حضراتكم في حدث مهم، بطولة أفريقيا لكرة اليد في نسختها 26 التي تقام على مجمع الصالات، صالة رقم 1 و2. النهاردة نقل لحضراتكم الافتتاح اللي هيكون في تمام الساعة 6:30، والحقيقة ليه مجموعة كبيرة من الفعاليات هنسردها على حضراتكم تفصيليا بإذن الله. إن شاء الله الساعة 8 المباراة الافتتاحية مصر وغينيا، دي أول مباريات منتخب مصر اللي بيدخل البطولة برصيد 8 ألقاب. الحقيقة الدولة اللي صاحبة الألقاب الأكثر هي تونس برصيد 10 ألقاب، يأتي وراءها مصر برصيد 8 ألقاب، ثم تونس الجزائر برصيد 7 ألقاب. مصر النهاردة بتدور على اللقب التاسع والثالث على التوالي. مصر حامل اللقب في آخر نسختين 22 و22، 20 كانت في تونس و22 كانت في القاهرة. بطولة مهمة جدا لأن هي ليها تأثيرين على منتخب مصر. التأثير الأول وهو الأول في هذه البطولة، سيتأهل مباشرة إلى الأولمبياد إن شاء الله باريس 2024 كثالث فرقة جماعية مصرية تتأهل للأولمبياد بعد كرة القدم والكرة الطائرة. إن شاء الله منتخبنا يعني يحسم التأهل للأولمبياد بإذن الرحمن في هذه البطولة، لأن الأول فقط اللي بيتأهل، أما الثاني والثالث فبيدخلوا مرحلة الملحق أو الفرصة الثانية للتأهل للأولمبياد، والحقيقة بتكون صعبة لأن فيها منافسة قوية من كل دول العالم، ولكن منتخبنا إن شاء الله قادر إنه يحسم تأهله للأولمبياد من خلال أو من بوابة بطولة أفريقيا. الخمس فرق الأوائل بيتأهلوا مباشرة إلى بطولة العالم اللي هتقام في 2025 العام القادم، واللي هتكون في كرواتيا والنرويج والدنمارك. مصر إن شاء الله بإذنك يا رب يكون فيهم، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا. عايز أقول لحضراتكم إن هذه البطولة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة بطولة لأهميتها وقوتها متابعة بشكل جيد جدا جدا من كل الجماهير المصرية. كرة اليد المصرية اللي نجحت إنها تفرض نفسها كلعبة شعبية تانية بعد كرة القدم، وذلك بسبب نتائج منتخبها. المنتخب القومي المصري هو اللي أثبت واللي بنتائجه الجيدة، وإنه دايما في الثمانية الكبار على الأقل، لم يكن في الأربعة الكبار على مستوى العالم، هو اللي فرض طبعا سيطرته وفرض يعني وجوده كلعبة شعبية، وجودها كلعبة شعبية على الساحة المصرية. منتخب مصر دايما بيلاقي يعني متابعة كبيرة من الجماهير، وهتشوفوا الكلام ده إن شاء الله من أرض الملعب، وهتشوفوا الجماهير المصرية مع البطولة ومع مراحل البطولة، هتشوفوا قد إيه الجمهور المصري بيتفاعل بشكل كبير مع هذه البطولة. خليني أقول لحضراتكم بعض المعلومات المهمة عن هذه البطولة قبل ما نروح للافتتاح. مصر هي أكثر الدول استضافة لهذه البطولة، دي نسختها 26. مصر بالبطولة النهاردة 2024 هي المرة السابعة لمصر لاستضافة هذه البطولة كأكثر دولة مستضيفة لهذه البطولة. ده لو دل فبيدل على ريادة مصر الحقيقة في القارة الأفريقية، مش بس في كرة اليد، في كل المجالات. وعايز أقول لحضراتكم كمان أن بعد الطفرة الإنشائية اللي حصلت الكبيرة اللي حصلت في مصر كبنية تحتية رياضية، حطت مصر في مكان تاني في استضافة البطولات الكبرى عالميا وأفريقيا وعربيا. البنية التحتية اللي أسست لعهد جديد في الرياضة المصرية، وشجعت العالم كله الحقيقة أنه يقدر يعني تكون مصر محط الأنظار، وتكون هي محطة مهمة، وكان على رأسها كأس العالم وبطولة العالم لكرة اليد اللي اتعملت أيام جائحة كوفيد-19 واللي استضافتها مصر، وكانت البوابة لاستعادة الرياضة، وكان بدايتها طوكيو 2020 اللي تمت أو اتلعبت 2021. بالمناسبة دي لقطات من أحد التدريبات، دي مش لقطات على الهواء مش صالة، لا دي لقطات لأحد التدريبات أو آخر التدريبات ليه في منتخبنا، واللي كاميرا الأبطال كانت موجودة مع أبطالنا عشان تأزرهم في مهمتهم القومية الكبيرة. تاني الدول استضافة لهذه البطولة هي تونس بخمس يعني بطولات استضافتها تونس. يمكن مصر زي ما قلت لحضراتكم اخر بطوله استضافتها كانت 2022، والنهارده 2024 مصر بتستضيفها للمره الثانيه على التوالي. تيجي في المركز الثالث في الاستضافه الجزائر، الرابع المغرب، الخامس انجولا، الكونغو السادس، كوت ديفوار السابع، بنين الثامن، جنوب افريقيا التاسع، الجابون العاشر. 10 دول افريقيه فقط اللي كان ليهم شرف تنظيم هذه البطوله، ولكن مصر تظل صاحبه الرصيد الاكبر في استضافه هذه البطوله. طبعا النهارده بعد لو يعني فوز مصر بهذه البطوله ونحصل على لقبنا التاسع، هنبقى قللنا الفرق بيننا وبين تونس من 10 القاب لتونس ل9 القاب للمنتخب المصري او لمصر بشكل عام.
طيب منتخبنا دخل هذه البطولة باستعداد ببعض المباريات الودية، كان بدايتها مع منتخب السعودية، لعبنا مباراتين فزنا فيهم ب 33-27 و 33-26، مباراتين طبعا مع المنتخب السعودي اللي شهد طفرة كبيرة جدا، وعامة الرياضة تشهد طفرة كبيرة في المملكة العربية السعودية، وطبعا يعني أبرزها نتيجة منتخب اليد انه يطلع مع مصر 33-27 و 33-26. اكيد المنتخب السعودي يعني جيد، وكان مباراه جيده استعدادا. جت المباراه الثانيه مع منتخب المانيا، وكانت مباراتين قويتين جدا لمنتخب مصر، وانتهت المباراه الاولى بالتعادل مع منتخب المانيا 31-31، وانتهت المباراه الثانيه بفوز منتخب المانيا فرق هدف واحد او هدف وحيد على المنتخب المصري 28-27. وبعد كده طار منتخبنا عشان يلعب في الدنمارك بطوله الدوري الذهبي. الدوري الذهبي بتضم اكبر أربع فرق في العالم، مصر، الدنمارك، هولندا، النرويج. مصر لعبت هناك ثلاث مباريات، وكانت المباريات دي قبل انطلاق البطولة، يعني الدوري الذهبي ده خلص من حوالي أسبوعين أو 10 أيام قبل البطولة. مصر لعبت في المباراة الافتتاحية في الدوري الذهبي كان مع هولندا، وفازت مصر 39-28، وفي المباراة الثانية مصر خسرت من الدنمارك 30-28، في المباراة الثالثة مصر فازت على النرويج في حدث تاريخي، يمكن نادرا لما نفوز على النرويج، فزنا 28 أو أول مرة نفوز على النرويج الحقيقة في التاريخ 28-23، وفازت مصر بالمركز الثاني في الدوري الذهبي. ومصر لعبت مباراة ودية أيضا قبل البطولة بأيام قليلة، مصر والكونغو الديمقراطية، وفازت مصر 37-21. منتخبنا قوي؟ ايوه منتخبنا قوي، هذا الجيل من افضل الاجيال. يمكن الدوري الذهبي ومباراه الكونغو مصر لعبتها باللعيبه المحترفه بكامله وبالتشكيل الاساسي، يعني التجربه النهائيه لنا كانت كامله العدد. طيب خلينا استعرض مع حضراتكم الجهاز الفني اللي حضراتكم شايفينه في الصوره قدامنا. طبعا الجهاز الفني بيقوده طبعا الاسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني الاسباني، واللي جاء خلفا لباروندو المدير الفني الاسباني اللي نجح بشكل كبير مع المنتخب المصري، ولكن الاتحاد المصري بقياده الكابتن امين شاهد او شاف ان لازم يحصل تغيير، وتم التعاقد مع خوان كارلوس باستور، والنهارده اول اختبار حقيقي للمدير الفني الجديد. المدرب العام هاني الفخراني، نور ابو زيد مدير الفريق، الاسباني مانويل سييرا مدرب حراس المرمى، دكتور محمد شوقي دكتور المنتخب، محمد امام المحلل الفني، الاسباني ادوارد سيكاردو محلل الاداء، مانويل اورتيجا المعد البدني، محمود سعيد اداري الفريق. المنتخب جهاز فني قوي، جهاز فني على مستوى عالي، ان شاء الله يتبقى لنا التوفيق. من ابرز الفرق المشاركه في هذه البطوله؟ التاريخ والجغرافيا بتقول ان منتخب تونس، والمباراه ستكون قويه. طيب احنا احتمالاتنا عشان نلاقي منتخب تونس امتى؟ هتكون في قبل النهائي. زي ما بقول لحضراتكم النهائي سيكون مبكرا في قبل النهائي، وده سلاح ذو حدين. النهارده انت مطالب بالفوز في المباراه قبل النهائي لعدة أسباب، أولهم إن أنت توصل للنهائي وتلعب على بطاقة التأهل للأولمبيات، ولكن لا قدر الله اللي هيخسر قبل النهائي هيبعد تماما عن الأولمبيات بشكل كبير، أو التأهل من الأولمبيات بشكل كبير من هذه البطولة. نرجع مرة تانية للفرق المشاركة والمجموعات وجدول ماتشاتنا هنقوله لحضراتكم تباعا. المجموعة الأولى الرأس الأخضر الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية واللي جت عليها أو على رأسها مصر، مصر، غينيا، الكاميرون، كونغو، برازافيل. المجموعة الثالثة المغرب، الجزائر، الجابون، ليبيا. المجموعة الرابعة تونس، أنغولا، نيجيريا، كينيا. أربع مجموعات بأربع فرق، المجموع 16 فريق. منافسة قوية، البطولة المنتخب المصري بالمستوى، وليس انخفاض مستوى البطولة، ولكن بمستوى فريقنا وفريق منتخبنا القومي، احنا النهاردة أقوى فريق في أفريقيا، احنا رابع الأولمبياد، احنا تاني الدوري الذهبي اللي فيه أكبر أربع فرق على مستوى العالم. منتخبنا النهارده منتخب قوي، وهو اللي فرض سيطرته وفرض قوته بشكل كبير على الساحه العالميه، ولكن التركيز مهم. المجموعه لازم تطلع على راس المجموعه، هتروح بعد كده على دور الثمانيه، تتأهل قبل النهائي. النهائي ست مباريات هي عمر البطوله بالنسبه لمنتخبنا القومي. لابد من التركيز، لابد من التركيز، لان ده اهم شيء، ان انت فريق كبير، فريق بنتائجك وبادائك السابقه، انت من عندك افضل لعيبه في اوروبا، كمان عندك لعيبه محترفين كتير بيلعبوا يعني في اوروبا. النهارده منتخبك قوي على ارض الملعب، ولكن يتبقى التوفيق وان انت تاخد الامور بجديه. وبرضه هستعرض مع حضراتكم تشكيل المنتخب اللي هيلعب هذه البطوله واللي تم اختياره يلعب هذه البطوله. طبعا بدايه
طيب قبل ما نستعرض طبعا قائمة الفريق، خلينا نروح زي ما عودناكم في قناة النادي الأهلي ان احنا ننقل لحضراتكم اجواء المباريات واجواء البطولات. خلينا نروح لزميلتنا العزيزة من ارض ملعب سلا حامد عشان تنقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراة ونشوف صورة حية من صالة واحد قبل الافتتاح. اتفضل يا سلا. مساء الخير يا كابتن هيثم، طبعا برحب بحضرتك وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يمكن خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن بدايه حفل الافتتاح الخاص ببطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد رجال 2024. يمكن زي ما حضرتك طبعا شايف ورايا احنا في ارض الملعب من داخل صاله واحد بمجمع الصالات المغطاه باستاد القاهره الدولي. يمكن خليني استعرض لحضرتك سريعا طبعا يعني كل ما يخص حفل الافتتاح. يمكن حفل الافتتاح يعني خلاص يبتدي كمان 10 دقائق بالظبط، الساعه 6:30 حفل افتتاح هيبتدي الخاص بالبطوله. كمان هيكون في الاول السلام الوطني والنشيد الوطني لجمهوريه مصر العربيه، وبعد كده هيكون في زي افريكان دانس او عرض خاص يعني بالبطوله، عرض يعني كل الاعلام للفرق كلها المشاركه في البطوله بالهويه الافريقيه. كمان هيكون في كلمه لدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، وايضا دكتور منصورو اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضه. بعد كده هيتم بدء على طول يعني عمليات الاحماء بالنسبه للاعيبه منتخبنا الوطني قبل بدايه المباراه اليوم. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه يعني هنا بدا يتوافد جميع جماهير المصريه على استاد او صاله واحد باستاد القاهره. يمكن لحد دلوقتي اتباع 4000 تذكره من التذاكر طبعا للمباراه، ويمكن مع بدايه المباراه ومع اقتراب موعد المباراه كل شويه بيزداد يعني اعداد الجماهير المصريه. فيمكن دي كانت كل الاجواء هنا يا كابتن هيثم من داخل يعني صاله واحد من ارض الملعب. طبعا يعني نامل او نتمنى ان شاء الله الافتتاح يكون يعني شيء يعني كبير يليق باسم مصر. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين الصاله يمكن طبعا الافتتاح وفي لايت افكت وحاجات زي كده، فاكيد طبعا الصاله هتبقى مظلمه. زي ما قالت سلا حامد ده برنامج الافتتاح هيكون بسيط جدا، خلال نصف ساعه هتشهد كلمة من دكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي وأيضا دكتور أشرف صبحي رئيس وزير الشباب والرياضة. هتكون الكلمات دي هتأذن بافتتاح البطولة، ولكن خلينا أقول لكم أن مباراة الافتتاحية أو المباراة الافتتاحية مصر وغيريا مش أول المباريات اللي اتلعبت النهاردة. كما هو العادة في كل البطولات بيبقى في مباريات بتتلعب قبل المباراة الافتتاحية. المباراة الافتتاحية بتبقى ما بين أحد الفرق والفرق الدولة المستضيفة أو المضيفة البطولة المستضيفة البطولة، ولكن في مباريات كتيرة اتلعبت النهاردة. وخلينا استعرض مع حضراتكم المباريات اتلعبت النهاردة ونتائجها. يمكن النهاردة اتلعب كام مباراة؟ اتلعب حوالي 4 مباريات. أول مباراة كانت الكونغو، 7 مباريات، أنا 7 مباريات في ال4 مجموعات، لأن اللي بيتلعب أو المباريات بتتلعب في صالة واحد وصالة اثنين، فالنهاردة أنت عندك ملعبين بتلعب عليه البطولات. أول مباراة كانت الكونغو الديمقراطية مع زامبيا، وانتهت بفوز الكونغو الديمقراطية 40-21. دي كانت في المجموعة الأولى، كل الماتشين دول في المجموعة الأولى. الرأس الأخضر لعبت رواندا، والرأس الأخضر فازت 52-27، وهنا النهاردة الرأس الأخضر الحقيقة ماشية كمان الحصان الأسود في أفريقيا كلها. رأس الأخضر كمان مع مجموعتنا في بطولة أفريقيا لكرة القدم، والنهاردة شايفينها في كرة اليد. الرأس الأخضر بالرغم أنها دولة صغيرة، كان لي الشرف أن أنا زرتها، دولة وجزيرة صغيرة جدا في غرب أفريقيا، ولكن شهدت طفرة رياضية كبيرة حتى في كرة السلة. نفس الوضع منتخب الرأس الأخضر في كرة السلة، احنا الحقيقة بنلعب معاه مباريات قوية وبنكسبه بشق الأنفس، ولكن بيضم لعيبة من الام بي اي كمان في منتخب الرأس الأخضر في كرة السلة. النهاردة الرأس الأخضر عاملة طفرة كبيرة، نتيجة النهاردة الرأس الأخضر مع رواندا 52-27 تقريبا دبل سكور، يعني بنتكلم على فريق قوي. الرأس الأخضر النهاردة فريق قوي. المجموعة الثانية الكاميرون لعبت الكونغو في مجموعتنا اللي احنا على رأسها، الكاميرون لعبت الكونغو برازافيل والكاميرون فازت 25-21. والحقيقة الكاميرون ده نتيجة متوقعة، الكاميرون فيها فرق دايما بنشوفها في فرق في بطولة أفريقيا. فاب الكاميروني على سبيل المثال دايما هو حاجز مكانه كفريق في بطولة أفريقيا الأبطال في كرة اليد، ودايما منتخب النادي الأهلي بيلعبوا في بطولات أفريقيا. فالنهاردة الكاميرون برضو من الفرق القوية أفريقيا، سواء فرق على مستوى الفرق أو على مستوى المنتخبات، ولكن يظل منتخبنا منتخب القومي المنتخب المصري يظل أقوى الفرق في مجموعته. المجموعة الثالثة الجزائر،
وهي طبعا زي ما حضراتكم فاكرين من الارقام اللي قلناها وسردتها لحضراتكم سابقا ان الجزائر ثالث دوله في الالقاب برصيد 7 ألقاب. يمكن الجزائر كان عندها جيل ذهبي في الثمانينات واوائل التسعينات لغايه ما مصر وتونس دخلوا بقوه في المنافسه. المنتخب الجزائري ليه 7 ألقاب، النهارده المنتخب الجزائري لعب الجابون وفاز 31-27 في المجموعه الثالثه، المغرب لعبت ليبيا المغرب لعبت ليبيا وانتهت بفوز المغرب 30-25. خليني برضو هنا اتوقف شويه عند المنتخب الليبي، المنتخب الليبي ايضا جاء بقوه وشهدت كمان النهارده عوده لدولة ليبيا الشقيقة في البطولات الأفريقية. شفنا ليبيا موجودة في البطولة العربية لكرة السلة اللي انتهت منذ أيام أسبوعين ثلاثة واللي فاز بيها المنتخب المصري في لقبه الـ13. عايزين أقول إن ليبيا كمان النهاردة في كرة السلة بتوصل فاينل البطولة العربية، النهاردة ليبيا موجودة في بطولة أفريقيا كمان لكرة اليد وبتشارك بقوة. النهاردة المنتخبات الليبية عادت بقوة على المستوى الأفريقي، ودي حاجة تسعدنا إن المنتخب الليبي الشقيق يعود للمنافسة في البطولات العربية والأفريقية. هنروح للمجموعة الرابعة، تونس وكينيا، انتهت بفوز تونس 59-18، فوز كبير تقريبا 41 هدف فوز على المنتخب الكيني. منتخب الكيني منتخب مش بالقوة الكبيرة، ولكن النهاردة منتخب تونس قدمت مباراة قوية. النهاردة منتخب تونس جاي مركز وعايز ياخد البطولة، وده حق وده يعني هدف شرعي لأي منتخب بيشارك في بطولة، فلازم ناخد الأمور بجدية. منتخب تونس جاء هنا عشان يتأهل للأولمبياد، فمهم جدا مباراتنا ان شاء الله او المباراه المتوقعه علينا معاهم في قبل النهائي ستشهد طبعا اكيد منافسه قويه. انجولا طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي دايما بتيجي في المركز الثالث الرابع افريقيا في كره اليد. انجولا فازت على نيجيريا 26-24، منتخب نيجيريا تطور ولكن واضح كده من النتيجه تراجع منتخب انجولا بعض الشيء. يمكن انجولا على مستوى السيدات رقم واحد افريقيا حتى على منتخب مصر، ولكن النهارده اللجنة المؤقتة اللي بيدير اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين بتأسس لمنتخب مصر وبنشارك بطولتين أفريقيا ورا بعض. أتوقع أن مصر لما إن شاء الله يكون في انتظام لمنتخب السيدات في كرة اليد هيبقى فيه شأن تاني وقول تاني وكلمة تانية لمنتخب مصر للسيدات، وإحنا ماشيين بخطة ثابتة. ومشاركات النادي الأهلي في بطولات أفريقيا للسيدات لكرة اليد أدت زخم كبير لمنتخب مصر. النهاردة النادي الأهلي بيوفر الاحتكاك والسفر والإعداد ل8-9 لاعبات من قوام منتخب مصر، ده في الاخر بيصب لمصلحه منتخب مصر. طيب دي نتائج النهارده، يتبقى مباراه وحيده هي مباراه الافتتاح مصر وغينيا. لم يتم تحديد نتائجها، انا اقولها طبعا هنتابع المباراه وهنعرف نتيجتها على الهواء مباشره مع بعض. طيب خليني تاني استعرض مع حضراتكم تاريخ البطوله. يمكن احنا قلنا ان مصر فازت بـ8 ألقاب، طب تواريخهم امتى عشان نبقى عارفين حتى الاجيال الذهبيه لمنتخب مصر كانت في اعوام ايه. يمكن اول بطوله لمنتخب مصر كانت 1991، هنا انا بتكلم على الجيل الذهبي منذ قدوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد المصري. الدكتور حسن مصطفى طبعا مؤسس كره اليد الحديثه، اول ما مسك الاتحاد المصري بدات الطفره هنا تيجي. سنة 91 كان أول لقب أفريقي لينا، اتأخرنا كتير، كانت تونس والجزائر وخاصة الجزائر سبقتنا بشكل كبير، ولكن سنة 91 وهو أحد الأجيال الذهبية لكرة اليد كان أول لقب لينا. اللقب الثاني كانت 1992، اللقب الثالث سنة 2000، في الفترة دي كان منتخب مصر بعيد، يمكن حصل دروب شوية، ولكن سنة 2000 كان أول لقب لينا بعد غياب حوالي 9-8 سنوات. 2004 اللقب اللي بعد كده، 2008 اللقب اللي بعد كده، 2016، 2020، 2022. ان شاء الله احنا بنتكلم في 24، يعني انت بتتكلم من 2016 باذنك يا رب نفوز بهذا اللقب السنه دي، هيبقى عندك 4 ألقاب أو 5 بطولات ورا بعض انت خسرت لقب واحد. معنى كده ان افضل الاجيال على الاطلاق الجيل اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي من 2016 ل 2024، احنا بنتكلم على الجيل اللي موجود دلوقتي وهم صغيرين وكبروا، الجيلين دول هم افضل تاريخ في كره اليد، وان شاء الله نفوز بهذه البطوله عشان تكون للاول مره في التاريخ مصر تفوز بـ3 ألقاب ورا بعض، 2022 و2020 2024. فالنهارده بالارقام هذا افضل جيل. طب هنتكلم على المستوى الفردي، في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين المصريين النهارده موجودين في اوروبا وفي اقوى الفرق في اوروبا وفي اقوى الدوريات في اوروبا. معنى كده ان انت منتخبك منتخب قوي جدا، مش بس على مستوى المحليين وايضا على مستوى المحترفين في اوروبا. طب تونس هنشوف القابها كانت انهي اعوام او اعوام ايه عشان نعرف برضو الجيل الذهبي لتونس كان امتى. اول لقب لتونس كان 1974، يعني زي ما قلت لحضراتكم قبل التسعينات
مصر كانت غائبه تماما في كره اليد بشكل كبير، ما كانش لينا وجود على القاره الافريقيه. بتلي نتائج تونس 74 تونس بطل، 76 تونس بطل، 79 تونس بطل، وبعد كده 94 تونس البطل، 98 2002 2006 2010 2012 2018 لغايه ما جه الجيل ده واستطاع بقوه كبيره انه يوقف زحف تونس على الالقاب. هنشوف بقى المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري هنشوف تونس في السبعينات كانت متفوقه، دخلت منتخب الجزائر الشقيق على الخط من الثمانينات. اول لقب لمنتخب الجزائر كان 1981، اللقب الثاني 83 85 87 89 96 وبعد كده 2014. النهارده بنتكلم على الجيل الذهبي للجزائر هو الثمانينات، وكان متربع على عرش افريقيا تماما. اذا السبعينات منتخب تونس، الثمانينات منتخب الجزائر، التسعينات بالتبادل بين منتخب مصر ومنتخب تونس، في الالفينات ياتي برضو التبادل مع منتخب مصر من 2000 لغايه 2010 منتخب مصر ومنتخب تونس، ولكن من 2010 النهارده لغايه 2020 لا، منتخب مصر له الكلمه الكبرى والكلمه العليا في كره اليد، وده ثمار اتحادات جت ورا بعض، ثمار اداره فنيه جيده للمنتخب وصلت بينا لهذه النتائج. عشان كده انا بقول لحضراتكم ليه منتخب اليد او كره اليد هي اللعبه الشعبيه التانية. وزي ما حضراتكم شايفين خلاص هي لحظات هتبتدي الحفله يا جماعه مش كده؟ طيب خلاص لحظات وتنطلق حفل افتتاح بطوله افريقيا لكره اليد. احنا جاهزين يا جماعه نروح للافتتاح؟ طيب خلاص لحظات وتبتدي ويبتدي الافتتاح، افتتاح بطوله افريقيا في نسختها السادسه والعشرين واللي بتقام على صاله واحد. نتابع الافتتاح وارجع لحضراتكم تاني. السيدات والسادة، الرجاء الوقوف لتحية النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. هي اللغة المشتركة بين كل الشعوب، اللغة التي تجمعنا من جميع أنحاء العالم، وهذه اللغة اليوم تجمع المنتخبات الإفريقية في مكان واحد، جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، نرحب بكم في أرض الحضارة والتاريخ، الأرض التي شهدت استضافة أعرق البطولات الرياضية بشكل عام وبطولات كرة اليد بشكل خاص. فبعد تنظيم بطولة العالم لكرة اليد لعام 2021 وكأس أمم إفريقيا لعام 2022، ها نحن اليوم نشهد انطلاقة النسخة السادسة والعشرين من البطولة الإفريقية الأقوى، بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال لعام 2024 تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. هذه البطولة تستضيفها مصر للمرة السابعة في تاريخها وللمرة الثانية على التوالي. وبانطلاق هذه النسخة اليوم
تفتخر مصر بتنظيمها لبطولة كأس العالم كأس إفريقيا لكرة اليد للرجال لعام 2024، حيث يتنافس بها 16 منتخبا إفريقيا تحت إدارة نخبة من أفضل المدربين. كل هؤلاء يستعدون اليوم لحصد اللقب الأسمى، اللقب الذي سيؤهلهم لأولمبياد باريس 2024 والمشاركة في بطولة العالم 2025. السادة الحضور، دعونا نستمتع سويا بالعرض الافتتاحي لكأس أمم الإفريقية لعام 2024، ويبدأ الافتتاح بأعلام الدول المشاركة. أنغولا، كاميرون، زامبيا،
السيدات والسادة، نستمع الآن لكلمة الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، السيد الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، السادة رؤساء البعثات للوفود المشاركة في البطولة، السادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم في بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر، البطولة التي نسعى جميعا أن تصل فيها منتخباتنا الإفريقية إلى العالمية. تحية وتقدير إلى شركاء النجاح، الشركات الراعية للاتحاد المصري لكرة اليد. تحية لكل من ساهم مع الاتحاد المصري بجهوده ممثلا في الدولة، وزارة الشباب والرياضة، الاتحادين الإفريقي والدولي. تحية لكم جميعا، وتحية لقائد مسيرتنا وأملنا ومستقبلنا في مصر الحبيبة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل التمنيات الطيبة لجميع الوفود بوقت طيب ممتع في مصر بلدكم الثاني، وكل التمنيات الطيبة بأن تكون البطولة على أعلى مستوى لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ونستمع الآن إلى كلمة الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد. Now with Dr. Mansour Aremo's word, the president of the African Federation of Handball. Monsieur le ministre des Sports de la République arabe d'Égypte, cher frère, monsieur le président de la Fédération internationale de handball, monsieur le président de la Fédération égyptienne de handball, distingués invités, mesdames et messieurs les présidents des fédérations nationales africaines, distingués invités, mesdames, messieurs, au nom du comité exécutif de la Confédération africaine de handball, je vous souhaite la bienvenue à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Hommes 2024. À l'entame de mon intervention, je voudrais exprimer ma gratitude à tous, amis du handball, qui protègent, aident et assurent la continuité du développement du handball africain. Grâce à eux et à vous tous, nous pouvons passer ces moments d'émotion d'une année à l'autre dans la convivialité. Comme le veut la tradition, je voudrais en cet instant réitérer à tous les amis, où qu'ils se trouvent, mes meilleurs voeux de bonnes et heureuses années 2024. Distingués invités, mesdames et messieurs,
Permettez-moi d'exprimer mes sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnalités ici présentes, notamment le ministre des Sports, les ambassadeurs et les membres des corps diplomatiques et consulaires, de nous avoir honorés en acceptant de venir, rehausser par leur présence prestigieuse la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, une vitrine de notre sport. Je voudrais particulièrement saluer ici le président de la Fédération internationale de handball pour l'attention particulière accordée à cette compétition phare et son action personnelle en faveur de la promotion du développement du handball en Afrique. Mes remerciements très appuyés vont au ministre des Sports et à toutes les autorités sportives et administratives de l'Égypte pour cet accueil fraternel et cette hospitalité généreuse, fruit d'un peuple connu pour ses valeurs de solidarité et de convivialité. En cette occasion privilégiée, qu'il me soit permis de rendre hommage au président de la Fédération égyptienne de handball et à tous ses collaborateurs pour leur dévouement et leur grande disponibilité. J'adresse mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de plein succès au comité d'organisation. Ils ont pu réunir autour d'eux depuis plusieurs mois les meilleures volontés, les compétences et les imaginations les plus vives pour les mettre au service du handball africain afin que la fête soit belle. À toutes les délégations ainsi qu'à ceux qui ont apporté leur collaboration et leur expertise dans la préparation de cette édition, je dis vivement merci. Les médias, dont je salue les efforts, constituent des soutiens essentiels pour nos manifestations. À cet effet, je voudrais beaucoup compter sur eux pour le succès et le rayonnement de cette 26e édition. Je suis également convaincu que le public portera haut les valeurs de fair play en démontrant chaque jour un peu plus d'enthousiasme et de ferveur pour nous faire vivre une vraie fête à l'africaine avec son et couleur. De cette manière, toutes les équipes participantes se sentiront comme à domicile, tant elles seront chaleureusement soutenues et ovationnées. Bonne chance à toutes les équipes. Vive la Confédération africaine de handball. Vive l'Afrique. Je vous remercie. Thank you, Dr. Mansoor Aremo, the president of the African Federation of Handball. ونستمع الآن إلى كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبطولة أفريقيا لكرة اليد اللي بيسعد جمهورية مصر العربية أن تستضيفها والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. بنرحب بكل السادة الضيوف وهم يعني مش ضيوف على مصر، من الدول الأفريقية، سيد رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيضا السادة السفراء، وأيضا كل الشكر والتقدير للاتحاد المصري. وبسم الله الرحمن الرحيم نعلن افتتاح البطولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر. وأنا أود أن نشكر أيضا اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المصرية. شكرا.
كل الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري. السادة الكرام، بحضوركم اليوم تنطلق النسخة 26 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتبدأ أولى المباريات في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، وهي مباراة مصر وغينيا. بسم الله وعلى بركة الله، وتحت رعاية الكريمة للسيد الرئيس وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الإعلان عن افتتاح بطولة أفريقيا رقم 26 لكرة اليد اللي بتستضيفها مصر في صالة 1 وصالة 2. مباراة أو البطولة مهمة جدا، افتتاح راقي وبسيط. افتتاح ابتدى بإعلان الدول بثلاثي الأبعاد على أرض الملعب زي ما حضراتكم تابعتوا، وشفنا ثلاث كلمات يعني ما قل ودل، ابتدت بالدكتور محمد الامين رئيس اللجنه المؤقته لاداره اتحاد كره اليد، ثم منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، ثم معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي اعلن عن افتتاح البطوله. كل التوفيق لمنتخب مصر. منتخب مصر سيلاقي بعد قليل او يمكن 45 دقيقه من الان، زي ما حضراتكم شفتوا بدا الملعب يتجهز لارض او للقاء، هيبقى مصر وغينيا المباراه الافتتاحيه الساعه ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين ده لقطات من الافتتاح، ولكن دلوقتي الصاله بتجهز لمباراه الافتتاح مصر وغينيا. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا القومي في مباراته المهمه النهارده. ست مباريات وبطوله، الاول يتاهل مباشره الى اولمبياد باريس 2024، الثاني والثالث من هذه البطوله ان شاء الله هيلعب ملحق التاهل لاولمبياد. اول خمس فرق ستتاهل لبطوله العالم اللي تقام في الدنمارك والنرويج، والثلاث دول الدنمارك والنرويج وكرواتيا 2025. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هستقبل فيه ضيوفي اللي هينوروني في الاستوديو التحليلي، الكابتن ابراهيم سيد نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر، وايضا كابتن مهند السحيلي نجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق.
ولكن بعد الفاصل. السيدات والسادة، الرجاء الوقوف لتحية النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. هي اللغة المشتركة بين كل الشعوب، اللغة التي تجمعنا من جميع أنحاء العالم، وهذه اللغة اليوم تجمع المنتخبات الإفريقية في مكان واحد، جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، نرحب بكم في أرض الحضارة والتاريخ، الأرض التي شهدت استضافة أعرق البطولات الرياضية بشكل عام وبطولات كرة اليد بشكل خاص. فبعد تنظيم بطولة العالم لكرة اليد لعام 2021 وكأس أمم إفريقيا لعام 2022، ها نحن اليوم نشهد انطلاقة النسخة 26 من البطولة الإفريقية الأقوى، بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال لعام 2024 تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. هذه البطولة تستضيفها مصر للمرة السابعة في تاريخها وللمرة الثانية على التوالي. وبانطلاق هذه النسخة اليوم تفتخر مصر بتنظيمها لبطولة كأس العالم، كأس إفريقيا لكرة اليد للرجال لعام 2024، حيث يتنافس بها 16 منتخبا إفريقيا تحت إدارة نخبة من أفضل المدربين. كل هؤلاء يستعدون اليوم لحصد اللقب الأسمى، اللقب الذي سيؤهلهم لأولمبياد باريس 2024 والمشاركة في بطولة العالم 2025. السادة الحضور، دعونا نستمتع سويا بالعرض الافتتاحي لكأس أمم الإفريقية لعام 2024، ويبدأ الافتتاح بأعلام الدول المشاركة.
أنغولا.
السيدات والسادة، نستمع الآن لكلمة الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، السيد الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، السادة رؤساء البعثات للوفود المشاركة في البطولة، السادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم في بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر، البطولة التي نسعى جميعا أن تصل فيها منتخباتنا الإفريقية إلى العالمية. تحية وتقدير إلى شركاء النجاح، الشركات الراعية للاتحاد المصري لكرة اليد. تحية لكل من ساهم مع الاتحاد المصري بجهوده ممثلا في الدولة، وزارة الشباب والرياضة، الاتحادين الإفريقي والدولي. تحية لكم جميعا، وتحية لقائد مسيرتنا وأملنا ومستقبلنا في مصر الحبيبة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل التمنيات الطيبة لجميع الوفود بوقت طيب ممتع في مصر بلدكم الثاني، وكل التمنيات الطيبة بأن تكون البطولة على أعلى مستوى لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ونستمع الآن إلى كلمة الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد. Now with Dr. Mansour Aremo's word, the president of the African Federation of Handball. Monsieur le ministre des Sports de la République arabe d'Égypte, cher frère, monsieur le président de la Fédération internationale de handball, monsieur le président de la Fédération égyptienne de handball, distingués invités, mesdames et messieurs les présidents des fédérations nationales africaines, distingués invités, mesdames, messieurs, au nom du comité exécutif de la Confédération africaine de handball, je vous souhaite la bienvenue à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Hommes 2024. À l'entame de mon intervention, je voudrais exprimer ma gratitude à tous, amis du handball, qui protègent, aident et assurent la continuité du développement du handball africain. Grâce à eux et à vous tous, nous pouvons passer ces moments d'émotion d'une année à l'autre dans la convivialité. Comme le veut la tradition, je voudrais en cet instant réitérer à tous les amis, où qu'ils se trouvent, mes meilleurs voeux de bonnes et heureuses années 2024. Distingués invités, mesdames et messieurs,
Permettez-moi d'exprimer mes sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnalités ici présentes, notamment le ministre des Sports, les ambassadeurs et les membres des corps diplomatiques et consulaires, de nous avoir honorés en acceptant de venir, rehausser par leur présence prestigieuse la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, une vitrine de notre sport. Je voudrais particulièrement saluer ici le président de la Fédération internationale de handball pour l'attention particulière accordée à cette compétition phare et son action personnelle en faveur de la promotion du développement du handball en Afrique. Mes remerciements très appuyés vont au ministre des Sports et à toutes les autorités sportives et administratives de l'Égypte pour cet accueil fraternel et cette hospitalité généreuse, fruit d'un peuple connu pour ses valeurs de solidarité et de convivialité. En cette occasion privilégiée, qu'il me soit permis de rendre hommage au président de la Fédération égyptienne de handball et à tous ses collaborateurs pour leur dévouement et leur grande disponibilité. J'adresse mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de plein succès au comité d'organisation. Ils ont pu réunir autour d'eux, depuis plusieurs mois, les meilleures volontés, les compétences et les imaginations les plus vives pour les mettre au service du handball africain afin que la fête soit belle. À toutes les délégations ainsi qu'à ceux qui ont apporté leur collaboration et leur expertise dans la préparation de cette édition, je dis vivement merci. Les médias, dont je salue les efforts, constituent des soutiens essentiels pour nos manifestations. À cet effet, je voudrais beaucoup compter sur eux pour le succès et le rayonnement de cette 26e édition. Je suis également convaincu que le public portera haut les valeurs de fair play en démontrant chaque jour un peu plus d'enthousiasme et de ferveur pour nous faire vivre une vraie fête à l'africaine avec son et couleur. De cette manière, toutes les équipes participantes se sentiront comme à domicile, tant elles seront chaleureusement soutenues et ovationnées. Bonne chance à toutes les équipes. Vive la Confédération africaine de handball. Vive l'Afrique. Je vous remercie. Thank you, Dr. Mansour Aremo, the president of the African Federation of Handball. ونستمع الآن إلى كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبطولة أفريقيا لكرة اليد اللي بيسعد جمهورية مصر العربية أن تستضيفها والمؤهلة ل أولمبياد باريس 2024. بنرحب بكل السادة الضيوف وهم يعني مش ضيوف على مصر، من الدول الأفريقية، سيد رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيضا السادة السفراء، وأيضا كل الشكر والتقدير للاتحاد المصري. وبسم الله الرحمن الرحيم نعلن افتتاح البطولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر. وأنا أود أن نشكر أيضا اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المصرية. شكرا.
كل الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري. السادة الكرام، بحضوركم اليوم تنطلق النسخة 26 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتبدأ أولى المباريات في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، وهي مباراة مصر وغينيا. أهلا بحضراتكم من جديد، ومستمرين في تغطيتنا المستمرة لمباراة الافتتاح مصر وغينيا لبطولة أفريقيا في نسختها 26. المباراة ستقام الساعة 8 بالضبط من صالة واحد باستاد القاهرة. بس قبل ما نتناول المباراة فنيا وتحليليا، لازم أرحب بضيوف اللي منورين في الاستوديو. كابتن إبراهيم سيد، نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أهلا بك يا كابتن إبراهيم. أهلا بك كابتن هيثم، وسعيد بتواجدي معاك وفي قناة النادي الأهلي. منورنا يا كابتن، وده مكانك، وحشتنا كتير. يعني إن شاء الله يبقى تحليل جيد إن شاء الله لمباراة الافتتاح. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر ولإسعاد الجمهور المصري، وإن شاء الله يكون منتخب مصر على بيحقق السعاده للجماهير المصريه كلها. ان شاء الله. كابتن منورنا ومشرفنا. برحب بكابتن مهند السحيلي، نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، اهلا بك يا كابتن مهند ومنورنا في قناه الاهلي. واتشرف طبعا ان انا موجود في حضرتك وقناه الاهلي، وان شاء الله نتمنى باذن الله التوفيق لمصر، ونرجع ان شاء الله بالبطوله ونتاهل ان شاء الله للاولمبياد باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. كابتن ابراهيم، ابتدي مع حضرتك. اكيد البطوله دي مهمه للمنتخب القومي. رؤية حضرتك لأهمية البطولة إيه؟ خاصة أن منتخب مصر النهاردة نسخة من أفضل النسخ لمنتخب مصر. أكيد البطولة دي مهمة، أهمية البطولة إيه يا كابتن؟ البطولة ترجع أهميتها أنها مؤهلة للأولمبياد إن شاء الله في 2026. نعم. فمصر يعني في حالة حصول مصر إن شاء الله على البطولة بتؤهل للأولمبياد إن شاء الله، ودي من الأحسن للعظماء اللي بيشاركوا فيها، بس أحسن 12 دولة تقريبا. نعم. بيشاركوا في هذه البطوله في الاولمبياد، فبتبقى مصر واحده منهم، خاصه انها بقى لها فتره هي اللي بتشارك في الاولمبياد عن افريقيا. نعم. فضلا عن كده انها مؤهله لكاس عالم ان شاء الله اللي هو السنه الجايه ان شاء الله في مع اربع دول افريقيه، بتؤهل يعني خمس فرق من افريقيا بتشارك في كاس العالم، ويمكن نتائج مصر من النتائج اللي في الكاس العالم او في الاولمبياد بتزود عدد الفرق الافريقيه اللي بتشارك. نعم. بتدي فرصه لعدد اكتر من الدول الافريقيه انها تشارك في بطوله العالم، فبالتالي مصر ان شاء الله بيكون ليها التوفيق، بتحقق لها التوفيق في هذه البطوله اللي تؤهلها ان شاء الله للاولمبياد وللكاس عالم ان شاء الله. اذا البطوله مهمه جدا لمنتخب مصر على مستوى الدولي، طبعا الافريقي اللي زايد رصيدك، وعلى المستوى الدولي في التاهل لبطوله العالم وايضا للاولمبياد. اذا ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر باذن الله. منتخب مصر ان شاء الله. كابتن مهند، اجل حضرتك اكيد ليك رؤيه فنيه، طبعا اي بطوله بندخلها يعني اي فريق مش شرط منتخب مصر بقى ليه رؤيه فنيه ومشواره الفني في البطوله. شايف النهارده الرؤيه الفنيه للبطوله ايه؟ شايف مين اصعب الفرق اللي ممكن نقابلها؟ رؤيتك الفنيه لهذه البطوله يا كابتن. رؤيتي الفنيه حضرتك، البطوله اللي فاتت كانت مصر كانت بتلعب كاب فيردي في النهائي. كاب فيردي فرقه كويسه بتلعب بطريقه كويسه، كسبت البتاع ده، كسبت تونس وكان في قبل النهائي. تونس ابتدت ترجع تاني بقوه، في المغرب داخله بشكل كويس البطوله برضو اللي فاتت، كسبت تونس في البتاع ده الثالث والرابع. في غينيا والجزائر
كانوا بيلعبوا على الخامس والسادس. غينيا كسبت الجزائر في دوري المجموعات فرق نقطتين، فرق هدفين، فرق هدفين. تمام. والجزائر في الخامس والسادس كسبت فرق جون، عوضت بتاع ده الخساره، وان هي بقت في المركز الخامس. نعم. رؤيتي الفنيه المجموعه الاولى متوقع ان الراس الاخضر والكونغو هم اللي يصعدوا اول وثاني ان شاء الله مصر باذن الله. متوقع ان غينيا هي اللي تطلع معاها. المجموعه الثالثه المغرب والجزائر، وان شاء الله المجموعه الرابعه تونس وانجولا، ودي المجموعه اللي احنا هنقابلها في الدور اللي هي المجموعه الرابعه. هنرد على المجموعه احنا اول المجموعه الثانيه ان شاء الله بتكون مصر باذن الله، هتقابل الثاني بتاع المجموعه الرابعه اللي هو متوقع أنجولا. يكون انجولا ده بدور الثمانيه. واللي هيطلع من عندنا الثاني هيلاعب تونس. نعم. او هيبقى اول المجموعه، والكسبان هيلعب مع بعض. يعني مصر ان شاء الله لو كسبت باذن الله انجولا تلعب تونس، لو كسبت الثاني بتاع المجموعه بتاعت مصر. تمام. يعني هو يعني قبل النهائي سيشهد اصطداما مصريا تونسيا ان شاء الله، وقد يعني نشوف نفس الفاينل اللي اتلعب السنه او البطوله اللي فاتت 2022 واللي هو كان مصر والراس الاخضر. حضرتك ده توقعاتك للبطوله ان شاء الله؟ ممتاز كابتن مهند، اشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، كاميرا الابطال زي ما تعودنا كانت مع نجومنا وابطالنا في المران الاخير قبل البطوله، وسجلنا مع اللاعبين عن امالهم وطموحاتهم وعزمهم على البطوله. خلينا نشوف اللاعبين قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. شايفين ان احنا مستعدين للبطوله، خصوصا البطوله بدأت تدريجيا، ان شاء الله نحاول نمشي الريتم في ماتشات المجموعه، وفي نفس الوقت نحاول طبعا لازم نكسب ان شاء الله، ونحاول الناس كلها تبقى في التوب فورم بتاعتها، خصوصا ان كان في اصابات ودلوقتي الحمد لله بقت الناس ترجع تاني، فان شاء الله تبقى الدنيا احسن واحسن في الفتره الجايه. يعني اكيد طبعا احنا بالنسبه لنا موضوع مهم جدا، خصوصا بتلعب على ارضك، الناس اللي هتيجي تبقى عامل مهم جدا بالنسبه لنا، عامل قوي جدا. والناس اللي فاكره ان البطوله سهله، هي مش سهله خالص. احنا البطوله دي مؤهله للاولمبياد، يعني ما فيهاش اي نوع من انواع اللي احنا ممكن نغلط او نخسر ماتش، لا قدر الله يبقى الموضوع صعب جدا علينا، فاكيد محتاجين دعمهم وان شاء الله مستنينهم. عملنا استعداد كويس، كان عندنا معسكر بطوله وديه في الدنمارك، لعبنا فيها ثلاث فرق تقال، اعتقد استفدنا كتير وقدرنا نعرف احنا مستوانا فين بالظبط. وطبعا طموحاتنا بطوله افريقيا ما عندناش غير حاجه واحده بس في دماغنا، ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله ونتاهل اولمبياد فرنسا، فبنتمنى الجمهور يكون موجود ومالي الصاله، وده اللي هيقدر يساعدنا ويزقنا ان احنا نكسب البطوله ان شاء الله. اكيد احنا بنستعد بقالنا فتره مع الجهاز الجديد من اول شهر 4 اللي فات، لعبنا كذا ماتشات، ماتش مع السعوديه، وسافرنا لعبنا الجولد ليج مع الدنمارك والنرويج وهولندا. يعني انا شايف الاستعداد كويس، رجعنا كان عندنا ماتش مع الكونغو عشان نخش في الاجواء الماتشات الافريقيه، يعني شايف ماشيين بشكل كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا. هو الاستعداد كله يعني داخل في مود البطوله، من ساعه ما سافرنا الدنمارك لعبنا الماتشات في الجولدن ليج، الاداء كان كويس، حققنا نتائج كويسه وحصل كيمستري. احنا دلوقتي عشان عدد اللعيبه المحترفه زاد، فلما بنرجع محتاجين وقت عشان ناخد على بعض ونظبط حاجات، الموضوع مش بيبقى سهل زي الاول، بس تمام ظبطنا كل ده. ومن ساعه ما دخلنا المعسكر بتاع مصر خلاص برضو قافلين على نفسنا ومركزين وعارفين البطوله كده كده مش سهله، عمره هو في الاخر ماتش هيبقى صعب جدا قدام تونس، ويعني الرياضه ما فيهاش كبير، فلازم ننزل كل ماتش حتى ماتشات المجموعه ونلعب 100% عشان ما يحصلش اي اصابات او ما يحصلش اي نتائج ملهاش لازمه. يعني عملنا استعدادات كويسه جدا وماتشات قويه جدا، وجينا هنا كملنا استعداداتنا ما خدناش راحه، لعبنا كونغو عملنا ماتش برضو كويس، بنحاول برضو نظبط شويه حاجات. البطوله طبعا على ارضنا وفي ناس عليها ضغط كبير، بس طبعا احنا هنحاول الضغط دوت الحافز لينا ان شاء الله، ربنا يوفقنا ويفرح مصر كلها. المنتخب ماشي بخطى كويسه خطوه خطوه، ان احنا نيجي في الادوار المهمه، ان احنا ان شاء الله نقدر ناخد البطوله. طبعا بطوله افريقيا اجواءها مختلفه تماما عن اي بطوله تانية، عشان هي بطوله بيبقى الهاندبول فيها انت محتاج ان انت تبقى مركز من اول البطوله، عشان الليفل يعني بيطلع بيبقى ليفل اب يعني ماتش بماتش.
فمحتاج ان انت تبقى اكتر بره الملعب اكتر من جوه الملعب، تبقى قافل على نفسك، تبقى مركز، تبقى على طول يعني اون تايم في الوقت اللي انت لازم تبقى فيه كويس. احنا بقى لنا حوالي مثلا شهرين بنستعد للبطوله ديت، معسكر كان في المانيا ومعسكر الدنمارك، والحمد لله قدرنا نستفاد منه على قد ما نقدر يعني، وان شاء الله هي البطوله طبعا صعبه يعني، ومعانا منتخبات قويه وعمها مباراه منتخب تونس يعني ان شاء الله، فاحنا بنستعد بقوه يعني ان شاء الله. طبعا يعني الجماهير طبعا هيبقى لها دور كبير جدا طبعا في البطوله يعني، سامع اللي هو انت مسموح اللي هو 15,000 واحد اللي هو يحضر الماتشات، فطبعا احنا مستنيينهم طبعا ان هم ان شاء الله باذن الله يكون كلهم موجودين في الصاله يعني. ان شاء الله يعني البطوله هتبقى بتاعتنا، تبقى ثالث بطوله لينا على التوالي ان شاء الله باذن الله. هي بطوله مهمه جدا لان هي مؤهله للاولمبيكس، بس ان شاء الله يعني باذن الله مش هتخرج بره المنتخب المصري، وانا مستني الجمهور يدعمنا على طول ويفضل موجود في الصاله. هو اكيد كل المنتخبات بننزل كل ماتش عاملين حساب للفرقه اللي احنا هنلعبها، بس طبعا هو منتخب تونس، منتخب المغرب، منتخب الجزائر، المنتخبات دي بتبقى منتخبات قويه وليها تاريخ كبير في البطولات الافريقيه، فان شاء الله احنا واخدين ستيب باي ستيب وان شاء الله البطوله بتاعتنا باذن الله يعني. احنا الفتره الاخيره دي مصر عامله طفره في الهاندبول، فبقى بالنسبه لنا بطوله افريقيا ديت دي المحطه اللي احنا بقى بنستعد بيها البطولات بتاعه اللي احنا نلعب الفرق الكبيره في اوروبا وكده، فاحنا بيبقى هدفنا واحد ان احنا ننزل نلعب كل ماتش جامد، بس نتكلم ان هدفنا كلنا ان احنا لازم ناخد البطوله. بس بطوله افريقيا على ارضنا وسط جماهيرنا بطوله مش سهله، بطوله قويه طبعا. استعدنا للبطوله بشكل كويس جدا، قبلها لعبنا جولدن ليج مع النرويج وهولندا والدنمارك، بطوله قويه جدا. ان شاء الله مستعدين البطوله وباذن الله نعمل نتيجه كويسه يعني. الجمهور لازم يبقى موجود، عايزين الجمهور كله يبقى مالي الصاله، وان شاء الله نكسب ونفرحهم يعني ان شاء الله. دايما بيميز منتخب كره اليد الجديه، وان هم اللعيبه بيكونوا على قدر المسؤوليه دايما يعني، حماسهم وتركيزهم واحترامهم زي ما حضراتكم شفتوا للبطوله، واحترامهم للجمهور المصري وللشعب المصري، وقد ايه هم فاهمين هم بيسعدوا الجماهير المصريه. المهم جدا حضراتكم تشوفوا عن قرب ازاي اللعيبه دي بتفكر. دايما لعيبه كره اليد قماشه تانية، قماشه مختلفه، لعيبه عارفه قدر المسؤوليه اللي عليهم. النهارده بطوله افريقيا دي مش زي بطوله افريقيا لكره القدم، بطوله عباره عن لقب فقط، ولكن هي مؤهله لبطولات عالميه تانية، فهم عارفين ابعاد البطوله ازاي. كابتن ابراهيم ارجع لحضرتك، وماتش الافتتاح مصر وغينيا، وهي دي مباراتنا المهمه، الخطوه الاولى مهم جدا نركز فيها، خلاص ننسى بقى البطوله كبطوله، بناخدها ستيب باي ستيب، ست مباريات للنهائي ان شاء الله، بالنهائي ان شاء الله. شايف مباراه النهارده مع غينيا ازاي؟ هل ممكن نلاقي منافسة، ولا شايف ان الفارق الفني كبير لصالح مصر؟ موضوع المنافسة ده وارد، ولكن انا عايز اقول ان زي ما سمعنا في كلام اللعيبة ان كلهم عندهم تصميم ان البطولة ان شاء الله مصرية، فبالتالي كل اللعيبة هتنزل تبذل اقصى مجهود. وبعدين الماتش الاولاني ده بيدي رسالة للباقي، منتخب مصر ايه؟ نعم، فاكيد نزل هينزل مصر هتنزل تنزل تعمل ماتش قوي جدا، و بالتالي هتبقى انذار لباقي الفرق ان يعني فكروا في المراكز الثانيه وانسوا المركز الاول. شايف النهارده يعني وجهه نظر حضرتك ان مباراه النهارده هي محسومه فنيا، ولكن الرساله اللي هنقدمها من ورا المباراه هي اكبر بكتير من نقاط المباراه. تمام، ان انت بتقول لكل منافسينك، خاصه النهارده كل المباريات السبعه الثانيه انتهت. فالنهارده 16 فريق قاعدين بيتفرجوا عليك، 15 بقى 14 لان في فرقتين بيلعبوا، 14 فريق بيتفرجوا عليك النهارده، فلازم يكون في رساله قويه ان احنا مش جايين نهزر، احنا جايين ناخد البطوله. احنا البطوله ان شاء الله بتاعتنا، وان شاء الله يعني هيبان من اول ماتش، وهيبان من اول اداء اللعيبه، ان اللعيبه في البدايه التركيز العالي والقوة في إنهاء الهجمات والدفاع القوي اللي يخلي إن تحقق أكبر أهداف وتستقبل أقل أهداف. نعم. كابتن مهند، شايف النهارده منتخب مصر إزاي يلعب؟ هل هيكشف أوراقه كلها؟ ودي طبعًا حاجة بتصور إنها مستبعدة، أنت في مباراة افتتاحية المفروض تلعب بقوة، ولكن ما تكشفش أوراقك الهجومية ولا الدفاعية. شايف منتخب مصر إزاي يكسب المباراة؟ إزاي؟ بدون ما يعلن عن أوراقه أو أسلحته، عشان الفرق النهارده كلها بتتفرج على منتخب مصر. هو في ميزه موجوده في منتخب مصر، ان ما عندوش حد اساسي واحتياطي. ال 18 لعيب يلعبوا في اي وقت.
اي حد هيأدي. فدي ميزه كويسه ان انت حتى لو لعبت بالتشكيل الاساسي، التشكيل او مش اساسي بقى، التشكيل الاول او التشكيل الثاني، اللعيبه على نفس المستوى، فمش هيحصل ان حد لو اتفرج عليك او حد بص على الماتش هيشوف نقط الضعف بتاعتك والقوه. كده كده انت كنت بتلعب الدوري الذهبي اللي هو الاستعداد للبطوله، الماتشات كانت بتذاع، فكنت بتلعب بقوتك مع فرق زي النرويج وهولندا والدنمارك، فانت كنت بتلعب بقوتك، فالناس دي حتى لو اتفرجت عليك انت كده كده اللعيبه وصلت لمستوى ان هي هتنزل تأدي كل ماتش بنفس المستوى. اللعيب بقى التشكيل الاولاني او التشكيل الثاني، الاثنين هيبقى واحد. وبتدي رساله ان انت لو حتى بدات بقوه، انت بتدي رساله ان انت جاي تاخد البطوله. نعم، كلام مظبوط يا كابتن، وحييك لسبب كمان، ان النهارده الفرق القويه مهما عملت عليها سكاوتنج، طب ما احنا بنعمل سكاوتنج على الدنمارك، ونعمل سكاوتنج على اسبانيا، ونعمل سكاوتنج على فرنسا. فالنهارده لو انت فرقه قويه مهما اتعمل عليك سكاوتنج، لعبت باوراقك او غير اوراقك، انت النهارده لازم تفرض سيطرتك عشان انت فريق قوي. بس خلينا نستعرض اسامي المنتخب مع بعض، مع حضراتكم والساده المشاهدين، قائمه المنتخب، وهنعلق عليها من حيث المراكز يا كابتن ابراهيم، ومن حيث اللاعبين ووفره اللاعبين في اكتر مركز. بس خلينا نستعرض مع حضراتكم قائمه منتخب مصر. مازن رضا رقم 3، جناح ايسر مش موجود طبعا، تم استبعاده، ولكن اول لاعب يحيى خالد رقم 5 ظهير ايمن، عبد الرحمن فيصل رقم 10 ظهير ايسر، احمد خيري رقم 17 صانع العاب، خالد وليد رقم 18 لاعب الدايره، ابراهيم المصري رقم 24 لاعب دايره، يحيى الدرع رقم 39 صانع العاب، حسن وليد الداح رقم 42 ظهير ايسر، سيف الدرع رقم 45 صانع العاب، مهاب سعيد رقم 48 ظهير ايمن، اكرم يسري رقم 53 جناح ايمن، احمد هشام سيسه رقم 79 جناح ايسر، احمد عادل رقم 80 لاعب الدايره، كريم هنداوي حارس مرمى رقم 88، محمد ممدوح هاشم رقم 89 لاعب دايره، علي زين رقم 90 ظهير ايسر، محمد سند رقم 91 جناح ايمن، محمد علي رقم 92 حارس المرمى. ده تشكيل منتخب مصر اللي هيخوض البطوله. كابتن ابراهيم، اكيد حضرتك ليك تعليق على القائمه، خاصه ان احنا هنصنف القائمه يعني اثنين، لاعبين محليين ولاعيبه دوليين. هسيب لحضرتك كامل الحريه في التعليق على هذه القائمه. اولا قبل ما نقول على اللعيبه الدوليه واللعيبه المحليه، المنتخب المصري بيجمع مجموعه من اللاعبين المتدرجه الاعمار، يعني في تواصل اعمار باعتبارا من 88 مواليد 88 لغايه مواليد 2002، فده نوع من انواع التواصل اللي بيدي قوه للمنتخب، ان اللي مثلا في واحد اعتزل في غيره طالع بيأدي وبيقوي وبتاع. ده عندنا لعيبه اللي هم المحترفين، فيه اول حاجه اللي هو يحيى خالد، وده مواليد 96، ده كان لعيب في نادي الجزيره وراح نادي الزمالك، ومنها احترف في نادي فيسبرين المجري بقاله مده، ويمكن دلوقتي من احسن اللعيبه الموجوده في اوروبا، بيلعب بايده الشمال. نعم. في اللعيب الثاني المحترف الثاني اللي هو يحيى الدرع، بيلعب معاه في نفس الفرقه، ويمكن باعتماد قوي على يحيى الدرع ويحيى خالد في ان هما اساسيين في فريق فيسبرين المجري. ويحيى الدرع مواليد 94، يعني 94 96، وكان نادي هليوبلس وراح نادي الزمالك. نعم. وبعد كده راح فيسبرين. في بعد كده سيف الدرع اخو يحيى الدرع مواليد 98، وكان نادي هليوبلس وراح نادي الزمالك، وبعد كده احترف في نادي في فرنسا في الدوري الفرنسي، ودي من اقوى الدوريات برضو الموجوده في كره اليد. نعم. مهاب سعيد لعيب مواليد 2002 في نادي نيم الفرنسي، محترف في نادي نيم الفرنسي، وكان قبل كده في النادي الاهلي، وده من اللعيبه الاقوى، يعني اللي ليها مستقبل كبير كبير في المجال ده. سنه صغير لسه 2002، يعني عنده 21 سنه او 22 سنه. نيجي ل تاني محمد سند نفس الشيء، مواليد 88، من اكبر اللعيبه ب 88 والاكثرهم ثباتا في المستوى. نعم.
ولعيب رغم انه جناح بس هداف. هداف طبعا لما راجل مستواه ثابت ولا زال بيلعب في الدوري الفرنسي واساسي فيه وهداف في دوري هناك. محمد ممدوح هاشم. محمد ممدوح هاشم ده طبعا نجل المرحوم كابتن ممدوح هاشم الله يرحمه. الله يرحمه. نجم ولد يعني قمه وروح وحماس ورغبه شديده في المكسب، وكان محترف في نادي دينامو بوخارست ولعب في البطوله العربيه الاخيره، ولكن هو حاليا من اللعيبه الاقوياء اللي بيعتمد عليه المنتخب المصري على لعب الدايره لقوته البدنيه والاصراره الشديد والدفاع القوي. يعني ولد 10 على 10. نجمنا الكبير علي زين. علي زين حدث ولا حرج، مواليد 90، من اختير اكثر من مره احسن لاعب في البطولات اللي لعبها. بيلعب في نادي دينامو بوخارست الروماني، كان لعيب نادي الاهلي وبعد كده احترف في نادي، راح لبرشلونه وراح اكتر من نادي في اوروبا، وكان من احسن اللعيبه اللي موجوده فيها. يعني يمكن اللعيبه المحترفين قوام الفريق واللعيبه المحليين. طب خلينا نروح لكابتن مهند. يعني كابتن ابراهيم مشكورا سرد اللعيبه المحترفين واللعيبه الاجانب او مش الاجانب، اللعيبه اللي بتلعب في دوريات اجنبيه، ولكن النهارده هنتكلم عن اللعيبه المحليين. شايف مين ابرزهم وهل يقلوا في المستوى عن اللعيبه المحترفه في اوروبا ولا اللعيبه المحليه مش هيقلوا عن اللعيبه الدوليه، ان هم بيلعبوا في اهلي وزمالك. نعم. ولو اي حد منهم طلع بره يلعب بره هيبقى زيه زي اللعيب المحترف. نعم. من ابرز اللعيبه اللي موجوده طبعا احمد هشام سيسا، شهير بسيسا، هو جناح ايسر. في اكرم يسري، عبد الرحمن فيصل النهارده عامل موسم كويس، عامل موسم كويس قوي. عبد الرحمن فيصل نادي الاهلي، واحمد خيري بعد خيري. عودته ما رجع النادي احمد الأهلي. خيري عودته للنادي الاهلي مستواه محافظ عليه. نعم. اي مدرب بيتمنى ان يكون عنده واحد زي احمد خيري. صحيح. بينفذ التكتيكس بتاع المدرب. في بتاع ده جناح ايمن اكرم يسري. نعم. مستواه ثابت بيلعب في نادي الزمالك. طب كابتن خلينا نتكلم عن حراسه المرمى. النهارده حراسه المرمى شهدت غياب الثلاثي الاهلاوي ابراهيم عبد الرحمن طه عبد الرحمن حميد، الثلاثه من احسن حراس المرمى، ولكن شهدت غيابهم. ولكن تواجد النهارده ثلاث حراس مرمى، محمد علي وعصام الطيار وكريم هنداوي، والثلاثه بيلعبوا بره. فالنهارده واضح ان مستر اخوان اختار او كانت الغالبيه ليه او اختياره مع مدرب حراس المرمى للخبرات. هل تفسيري ده صح ولا لحضرتك تفسير تاني؟ لا، هو حضرتك رايك صح مظبوط، ان هو حراسه المرمى بتحتاج خبره الحارس، ان هو لعب ماتشات كتير، مواقف اللعب عليه، لعب في كذا ماتش احتكاكه، فاختياراته هي اكثر خبره، وان هم اللعيبه دي دوليين. كابتن كريم هنداوي لعب في النادي الاهلي ولعب في نادي الزمالك، بيلعب دلوقتي محترف في الصفا السعودي. محمد علي بيلعب في لوجارينيو الاسباني. عصام الطيار في بلينجين الالماني. نعم. فهو دلوقتي المدرب بياخد من اللعيبه المحترفه ان الاحتكاك بتاعهم اقوى من اللعيبه حميد وعبد الرحمن طه، ودول مستقبل لسه صغيرين. مستقبل اللي عايز اقوله ان شاء الله المستقبل جاي لهم، خاصه يعني من حراسه المرمى ان شاء الله. مش خايفين على المكان ده ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك يا كابتن، وخلينا زي ما عودناكم نروح لارض الملعب وزميلنا العزيز سلا حامد عشان ننقل لحضراتكم اجواء ما قبل المباراه. اكيد الصاله بقت شكلها مختلف، اكيد الفرقتين ابتدوا الاحماء. اتفضل يا سلا. من جديد طبعا برحب بك يا كابتن هيثم، وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام الكابتن ابراهيم السيد وطبعا الكابتن مهند السحيلي
وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وطبعا يمكن كنت مع حضرتك يا كابتن هيثم من قبل يعني حفل الافتتاح. حاليا طبعا زي ما حضرتك عارف احنا متواجدين داخل صاله واحد بمجمع الصالات المغطاه باستاد القاهره الدولي عشان انقل لحضراتكم طبعا الاستعدادات وكل الامور هنا والاجواء ما قبل مباراه اليوم، اول مباراه في مشوار طبعا الفراعنه مشوار منتخبنا الوطني في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد رجال 2024. وطبعا المباراه اللي هتقام في تمام الساعه 8 مساء امام منتخب غينيا. يعني طبعا خليني يا كابتن هيثم انقل لحضرتك الاجواء هنا، بس طبعا قبل ما انقل لحضرتك يمكن شفنا يعني حفل الافتتاح، حفل افتتاح يعني رائع راقي مميز شيك، يعني كان يعني حاجه رائعه تليق باسم مصر وكان تم تنظيمها من قبل طبعا اللجنه المنظمه للبطوله. شفنا يعني الحفل افتتاح من شويه كان عامل ازاي، يمكن طبعا كان معتمد على العديد من الفقرات والعروض، يعني كانت الفقرات معتمده على يعني الموسيقى على الايقاع الافريقي والهويه الافريقيه، استعراض الاعلام للمنتخبات المشاركه في البطوله، يعني شيء يدعو للفخر وشيء يعني كان بيعكس القيمه وفخامه مصر العظيمه. يمكن طبعا البطوله دي بيتم تنظيمها تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي يعني زي ما اكد الدكتور اشرف صبحي الدعم الكبير منه، ويعني كمان متابعته لكل الامور وكافه الامور الخاصه بالبطوله كمان قبل بدايه بطوله كاس الامم الافريقيه. يمكن زي ما حضرتك طبعا شايف ورايا الاجواء، يمكن بدا بالفعل منتخبنا الوطني لكره اليد ومنتخب غينيا عمليات الاحماء على ارضيه الملعب لصاله واحد بمجمع الصالات في استاد القاهرة. يمكن طبعا يعني المنتخب المصري بقيادة أو تحت قيادة المدير الفني الأسباني باستور أو كارلوس باستور طبعا المدير الفني لمنتخبنا الوطني. يمكن امبارح المنتخب كمان يا كابتن هيثم خليني أقول لك إنه مش بس ختم استعداداته امبارح، يمكن كمان النهاردة كان في تمرين صباحي بالنسبة لمنتخبنا الوطني على نفس الصالة، اتمرنوا لمدة 50 دقيقة من الساعة 11 للساعة 12 على صالة واحد قبل مباراة اليوم. يمكن كمان خليني افكر الساده المشاهدين انه البطوله الافريقيه مصر تقع في المجموعه معاها كونغو برازافيل وغينيا وكمان الكاميرون، ويمكن البطوله دي بيشارك فيها منتخبنا الوطني وهو حامل اللقب للبطوله الموسم او النسخه الماضيه بفوزه على منتخب راس الاخضر بنتيجه 37-25. وكمان خليني اقول للساده المشاهدين ان البطوله دي اول خمس منتخبات في البطوله دي هيتم تاهلهم او هيروحوا يشاركوا طبعا في بطوله كاس العالم لكره اليد 2025. ويمكن الحامل اللقب او اللي هيفوز بالبطوله دي هو هيتاهل او هيحجز طبعا مكانه في اولمبياد باريس 2024. وطبعا كلنا ثقه ان شاء الله ان المنتخب ينهي مشواره في البطوله دي وهو حامل اللقب ويتاهل لاولمبياد 2024. يمكن طبعا يعني يا كابتن هيثم كانت كل الاجواء هنا من صاله واحد بمجمع الصالات لاستاد القاهره الدولي. نتمنى طبعا الفوز ونتمنى طبعا اكون مع حضرتك في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي بعد المباراه، وطبعا لقاءات مع لاعبتنا بعد فوز منتخبنا الوطني في المباراه. والان عوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين خلاص الفريقين بيعملوا او بيقوموا بعمليه الاحماء، منتخب مصر طبعا بيرتدي القميص الاحمر باين من الخلفيه. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، مباراه ان شاء الله يعني في فارق فني ولكن الاداء وقوه الاداء هو رساله لكل منافسينا. خليني برضو استعرض مع حضراتكم جدول المباريات للمنتخب المصري اللي هياخدها ان شاء الله في مجموعته وتوقيتها. النهارده طبعا مباراتنا مع غينيا المباراه الافتتاحيه اللي هتكون كمان الساعه تحديدا 27 دقيقه من الان. مباراتنا الثانيه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه مع منتخب الكونغو برازافيل المرشح الثاني معنا في المجموعه، والمباراه هتكون في تمام الساعه السادسه مساء، ده هيبقى يوم الاربعاء. نقلها لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي. ايضا مباراتنا الثالثه هتبقى يوم الاحد القادم، يعني يفصل بين كل مباراه والثانيه يوم راحه. مباراه الاحد ان شاء الله هتكون مصر والكاميرون، هتكون في تمام الساعه السادسه الساعه 18 بالظبط باذن الله، دي هتكون اخر مباراه لينا في المجموعه. طيب المباراه الثانيه هتبقى امتى؟ مباراه دور الثمانيه هتبقى يوم ان شاء الله الثلاث، دي مباراه دور الثمانيه يعني يوم الاحد الثلاث، وبعد كده هيبقى يوم الخميس ان شاء الله المباراه دور الاربعه واللي المفروض او دور قبل النهائي. وزي ما توقع ضيوفي الكرام هتبقى غالبا مع منتخب تونس، يعني مباراتنا هتبقى قبل النهائي مع منتخب تونس، اما النهائي ان شاء الله هيكون السبت ان شاء الله 27/1 ونحتفل يوميها بفوز منتخب مصر. كابتن ابراهيم اجي لحضرتك، شايف تدرج المباريات في المجموعه شكلها ايه؟ تدرج المباريات بتاعتنا وصولا
الى مباراه قبل النهائي مع منتخب تونس، خاصه ان النهائي مش هيكون سهل لانه منتظر يبقى برضو كاف بيرد او الراس الاخضر. شايف تدرج المباريات من قوتها لصالحنا ولا مش لصالحنا؟ هي واضح انها متدرجه القوه، يعني ابتديناها بغينيا فالكونغو فالكاميرون، ودول الكونغو والكاميرون تقريبا في نفس المستوى قريبين من بعض، مش في فروق جامده بينهم، فهتبقى يعني المباراه هتبقى الى حد ما في المتناول بالنسبه لمنتخب مصر ان شاء الله، وهتبقى يعني زي اعداد للمباراه النهائيه او للمباراه النهائيه او تجهيز للاعبين للمباراه النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن مهند شايف ازاي؟ شايف فاصل يوم النهارده بين كل مباراه ومباراه دي برضه هتريح الفرق، انت عندك سكواد يتحمل ان انت تلعب مباراتين ورا بعض، ولكن النهارده فاصل يوم عن كل مباراه، شايف دي لمصلحتنا ولمصلحه منتخب مصر ولا لا؟ احنا بنحلل القرعه وبنحلل جدول المباريات. طبعا مصلحه مصر ان اليوم ده اجازه، المدرب بيلحق يشوف الاخطاء بتاعه الماتش اللي اتلعب ويجهز للماتش اللي بعده، بيتفرج على الفرقه اللي هيلعبها تاني يوم، يعني ان شاء الله هنلعب غينيا اول ماتش، الكونغو ثالث ماتش، تاني ماتش الكونغو. هيبتدي بقى يجهز الفيديوهات على طريقه الدفاع بتاعه فرقه الكونغو وطريقه هجومهم، فوقت اليوم الراحه ده كويس جدا عشان خاطر المدرب يجهز نفسه ويجهز الفرقه للمباراه القادمه. قادمه ان شاء الله. وزي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين في اللقطات اللي جايه لنا من ارض الملعب، حضور الجماهير المصري، الشعب المصري بيحب كره اليد، وزي ما حضراتكم شايفين الصاله واحد في استاد القاهره استعدت جيده وتزينت لاستقبال هذه البطوله، زي ما حضراتكم شايفين الملعب يعني رائع، شايفين حتى الارضيه يعني واضح ان معمول لها صيانه بشكل جيد، يعني الاجوال الاضاءه كمان في ارض الملعب اضاءه بشكل جيد، حضراتكم شايفين الصوره الحقيقه صوره جميله، يعني الحقيقه التابلو النهارده اللي معمول في صاله واحد لهذه البطوله حاجه جميله جدا، خاصه النهارده ان انت كل العالم بيتابعك، ما تفتكرش بس ان البطوله دي متابعه افريقيا فقط، لا البطوله دي متابعه اوروبيا، زي ما احنا بنتابع دلوقتي بطوله اوروبا اللي بتتلعب، يمكن الاتحاد الدولي لكره اليد مختلف كثيرا او شبيها بشكل كبير مختلف على الالعاب الاخرى وشبيها بالاتحاد الدولي لكره القدم، انه بيعمل توقف دولي كل لاعيبه المنتخبات بترجع لمنتخباتها وبيتم اجراء البطولات القاريه كلها في وقت واحد، النهارده اللي هي بطوله اوروبا بتتلعب، اسيا، كله بيتلعب في وقت واحد، يمكن شفت بس يوم او اثنين ما بين كل بطوله والثانيه، ودي عبقريه الحقيقه اتحاد كره اليد برئاسه الدكتور حسن مصطفى، وبالمناسبه هو حاضر النهارده افتتاح البطوله. زي ما حضراتكم شفتوا منظر الملعب، شايفين هنا الصوره تتكلم عن نفسها الحقيقه، شكل جيد جدا، حتى يعني التصوير، الصاله، مقاعد الجمهور، حاجه جميله، طابلو جميل جدا جدا الحقيقه، تم صيانه هذه المنشاه الكبيره بشكل كبير، وتم اضافه كمان بنيه تحتيه قويه، صالات يعني كثيره تمت اضافتها عشان تكون مع صاله واحد وصاله اثنين، النهارده يعني مصر يعني فيها الحقيقه مجموعه من الصالات المغطاه اللي تقدر تستضيف اكبر الاحداث الرياضيه على مستوى العالم مش على مستوى القاره الافريقيه. كابتن ابراهيم ياجر، حضرتك النهارده برضو محتاجين نرجع لتشكيلنا تاني او تشكيل المنتخب، هنتكلم مع المركز مركز، هبتدي مع حضرتك على الخط الخلفي وهروح لكابتن مهند للوينجات وحراسه المرمى، نبتدي بالخط الخلفي، اللعيبه الثلاثه سواء السنتر هاف او الباك يمين او باك شمال والبدايل، يعني كل مركز فيه كام لاعب؟ اتفضل يا كابتن. في بالنسبه نيجي لحراسه المرمى، في كريم هنداوي ومحمد علي، ودول ما فيش عليهم كلام بالنسبه لهم، يعني من افضل الحراس اللي موجوده حاليا يعني. والتيار معاهم كابتن التيار أكيد التيار أكيد. عشان هو يعني حضرتك بتقول من ناحيه الجول اللي موجودين اللي هم المقيدين في الماتش النهارده نيجي نخش لناحيه الخط الخلفي، هنلاقي فيه في البلاي ميكر في احمد خيري ويحيى الدرع وسيف الدرع، ثلاثة بيلعبوا في نفس المكان وبيلعبوا في الخط الخلفي بصفة عامة، ولكن ده الخط ده الثلاثة دول بيجيدوا في هذه الأماكن وبيلعبوا في الباك رايت. بس أنا عايز أتوقف عند أحمد خيري، أحمد خيري هل يقدر يلعب باك رايت وباك ليفت ولا هو صرف في سنتر هاف؟ هو بلاي ميكر فبيجيد اللعب، لما بيلعب في الباك رايت في البلاي ميكر
بيلعب الباكين هناك لانه لعبهم المركزين دول. آه. لو لعب في الباك رايت بيقدر يشغل الوينج، بيشغل الجهه الثانيه. نعم. من وهو واقف في الناحيه الرايت بيدخل الباك رايت في النص، بيخلي الباك رايت يبقى يعني بألعاب بتقاطعات بتكتيك معين مع المدرب، بيلخبط بيه في التصور الهجومي للفرقه الثانيه بتغيير مكانه، انه ما بيفضلش مكانه هنا ثابت. نعم. بيغير مكانه بصفه مستمره. كده ده بالنسبه لصانع العاب او السنتر هاف. احنا بنتكلم على احمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، ثلاثه بيلعبوا في مكان. نروح على الطرفين، الباك رايت الباك رايت في يحيى خالد. يحيى خالد طبعا في نادي في اسبرين المجري، ومن احسن اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا في هذا المركز. استعاد مستواه بعد الصليبي يا كابتن؟ استعاد، وده اختير كافضل لاعب في كذا بعد عودته من بعد صبر. عودته من حاجه تسعدنا جدا. طب ومعاه الاحتياطي بتاعه مهاب سعيد. ده النول الحصان الاسود، الحصان الاسود القادم بقوه في هذا المركز، وكابتن منتخب الشباب وكابتن. نعم. منتخب الشباب، وكان يعني عامل مباراه كويسه مع نادي نيم ومحقق نتائج كويسه. والجميل كمان يحيى خالد ما شاء الله دليل على استعداد مستوى انه راح باريس سان جيرمان السنه الجايه. لا، وفي كمان يعني من الحاجات الكويسه ان مهاب بيلقط، بيتعلم بسرعه، بيتعلم وبيستفيد وبينمي قدراته اللي بتزيد من امكانياته اللي بتخلي الناس متمسكه بيه. حضرتك اتمرنته يا كابتن وانت صغير؟ لا، انا يعني كان يمكن ليا الحظ ان انا مسكت فتره كمدير المنتخبات المصريه لمنتخب 94 و96 و98 و2000، فكنت قريب منهم وشايف وعارف تفاصيل وعارف مميزات كل لاعب. فعارف. طيب رحنا الباك رايت مهاب سعيد ويحيى خالد، نروح للباك ليفت. الباك ليفت طبعا علي زين بقدراته وامكانياته التصويبيه العاليه، مع تعامله مع لاعب الدايره، مع الباك رايت، مع البلاي ميكر، لا قوه جامده جدا. معاه عبد الرحمن فيصل زي ما انا قلت 96 برضه قادم بقوه، قوه ضربه جامده جدا، بيتعامل مع سنه صغير خط الخلف 96. يعني اقول لك تواصل الاجيال بين الفرقه دي حاجه جميله جدا. نعم. ان لو حد بطل مش هيبان، مش هيأثر في المستوى. اشكرك يا كابتن، خلينا نروح لكابتن مهند نتكلم على الاجناب والاطراف. ودايما زي ما يعني تفضل كابتن ابراهيم، صانع الالعاب والخط الخلفي بيشغلوا الاطراف بشكل جيد جدا، لان الاطراف النهارده ما هي في الكورنر، فمحتاجه يجي لها الباصه مرتاحه، محتاجه تاخد سيلكشن كويس للتصويب. النهارده اختياراتنا ايه في الوينج ليفت والوينج رايت؟ قبل ما نروح للوينج ليفت والوينج رايت ولاعب الدايره، كنت عايز بس اضيف حاجه على الخط الخلفي. اتفضل. ميزه في منتخب مصر ان الخط الخلفي بيلعب في اي مكان، يعني البلي ميكر او صانع الالعاب ممكن يلعب باك ليفت وبيلعب باك رايت. ان من خلال التكتيك كل واحد بيغير مكانه، فانت لازم تجيد اللعب في الثلاثه بوزيشن بالظبط. فالنهارده المانوفر بيهم كويس، ويمكن كابتن ابراهيم اشار لده بشكل جيد، واشكرك كمان على الملاحظه دي، لانه الثلاثه النهارده اللي يروح في الباك ليفت او اللي يروح في الباك رايت من وسط كلهم بيلعبوا نفس اللعب. تمام. فدي ميزه كويسه. يعني كلام برضو زياده لحضرتك ان منتخب الدنمارك اللي بيلعب في الظهير الايمن لاعب بيلعب بايده اليمين. الظهير الايمن بيلعب بايده اليمين. ماشي. عشان ايده اللي بره، عشان ايده اللي بره، عشان يعرف ان هو يعدي ويبقى بعيد عن يشغل الجناح بتاعه. تمام. فدي بس الملاحظه اللي كانت موجوده، ان الخط الخلفي ان هو يلعب في اي مكان. ممتاز. يحيى خالد او يحيى الدرع قصدي، سيف الدرع ممكن يلعب باك ليفت، احمد خيري، علي زين نفس الوضع، علي زين ممكن يلعب في البلي ميكر. فالخط الخلفي بيعملوا روتيشن زي ما بيقولوا انتر تشينجبل، يعني كلهم يقدروا يكونوا مكان بعض. تمام. فدي ميزه ومانوفر، واكيد تريح اي مدير فني. تمام. اتفضل يا كابتن. بالنسبه للوينجات وبالنسبه للدايره، في الدفاع الدايره بالنسبه لنا دفاعا وهجوما، دفاعا وهجوما والوينجات. اتفضل. الوينج الجناح الايسر اللي هو الوينج ليفت احمد هشام سيسا، هي بس المشكله بس ان احمد هشام سيسا لوحده، مفيش حد، مفيش وينج معاه، بس اللي بيقوم بالدور ده كان بيعمله قبل كده مع سيف الدرع. سيف الدرع. سيف الدرع. اذا
اذا النهارده احنا في الباك ليفت، احنا بنتكلم على الباك ليفت ولا الباك رايت؟ لا احمد شمسيسه لا الوينج ليفت، في الوينج ليفت في الجناح الايسر، الجناح الايسر النهارده في الوينج ليفت. احنا عندنا احمد شمسيسه لا قدر الله تعب اجهد، عندنا سيف الدرع بيعوض المكان ده. ممتاز. ان الوينج الثاني هو مازن رضا. ممتاز. مازن رضا لاعب نادي الزمالك، هو ممتاز. النهارده مش موجود في التشكيل. ايوه. فاحمد هشام سيسا هو اللي موجود، هو اللي موجود في التشكيل، بس في التشكيل كمنتخب كله في معانا مازن رضا. طيب نروح بقى على الرايت، الوينج رايت. الوينج رايت في محمد سند. ممتاز. لاعب نيم الفرنسي، وفي اكرم يسري لاعب نادي الزمالك. ممتاز. محمد سند طبعا من احسن اللعيبه في الدوري الفرنسي في مركزه، هداف الدوري كذا مره في البتاع. اكرم يسري موجود البديل بتاعه. نعم. لاعب الدايه، في اتنين لعيبه هجوم وفي اتنين مدافعين. ممتاز. في ممدوح هاشم مدافع. ممدوح هاشم لاعب، لا مهاجم. مهاجم مع احمد عادل. مع احمد عادل. تمام. المدافعين ابراهيم المصري وخالد وليد. حلو. دول اتنين الدفاع بيتم استبدالهم باتنين الهجوم في اول توقف للكره في الهجمه. شايف قوتنا كدايره ايه النهارده؟ لاعب الدايره دفاعا وهجوما هو اللي بيصطدم بالكتل البشريه والدفاعات، سواء في الهجوم بيقابل دفاعات قويه جدا، وفي الدفاع بيقابل هجوم قوي. تمام. فالنهارده الدايره اهميتها ايه بالنسبه للفريق؟ الدايره هنتكلم على الشق الدفاعي. ابراهيم المصري من احسن مدافعين في العالم. نعم. خالد وليد ان شاء الله هيبقى البديل لابراهيم المصري، هو مواليد 98، الجيل اللي خد تالت عالم مع كابتن طارق محروس. نعم. جيل 98 كان كابتن طارق محروس وكابتن هاني الفخراني. فخالد وليد البديل لابراهيم المصري. في الخط الهجوم احمد عادل وممدوح هاشم. ممدوح هاشم طبعا غني عن التعريف، كان بيلعب في دينامو بوخارست، من افضل دوائر موجوده في العالم. احمد عادل لاعب نادي الاهلي، لاعب قادم مواليد 94، لعيب زي ما حضرتك بتقول قوه بدنيه، يعرف يلعب مع الاجسام القويه. هو بيده الشمال بيلعب بيده الشمال، بيلعب بيده الشمال ميزة مميز طبعا مش موجوده، وبتبقى صعبه على حراسه المرمى. ان اللعيب بيلعب من خط الدايره بيده الشمال صعبه، بتبقى صعبه على حارس المرمى توقع حتى زوايا الضرب بتاعته ايه، بتبقى صعبه. ومصر بتلعب على لاعب الدايره بيعتبر ب 60-70% الخط. نعم. الخلفي بيجيد التعامل معاه، بيلعب معاه ان هو كان هو يباص ليه، ان هو يروح جون، او ان هو يقوم بتحجيز بتاع ده المدافعين لايجاد ثغره يخش منها الخط الخلفي. نعم. طب كابتن ابراهيم، يعني اشكرك يا كابتن مهند. كابتن ابراهيم، شايف النهارده الطريقه المثلى للعب ومباراه النهارده، هل نتكلم على الدفاع؟ الدفاع النهارده هل العب دفاع متقدم ولا العب دفاع الدايره ولا العب خمسه يعني العب ايه؟ شايف حضرتك في المباراه دي جرى العرف ازاي؟ بنلعبها ازاي؟ هو دفاعيا هو المنتخب المصري معتاد على اللعب بالدفاع 6-0 مع قطع الكوره عشان يعني يخلص مباراه بدري. ممتاز. فطبيعي ان هيبقى فيه واحد زي احمد هشام سيسا، ده بيجيد جري السرعات، عنده سرعات عاليه جدا. نفس الشيء سند، الوينجين بتوعنا سرعة جدا، فبالتالي هيبقى اللعب على الهجوم الخاطف هو ده سمه المنتخب المصري في الماتش ده. طيب مش 6-0 دي ممكن يحصل عليك تصويب من بعيد، شايف النهارده امكانيات غينيا ايه؟ هل غينيا بحكم التاريخ يعني هل عندها مصوبين من 9 من 7 ولا دي بتبقى صعبه؟ هي اكيد عندهم مصوبين، اكيد هيبقى عندهم مصوبين، ولكن مش بالدرجه الكفاءه اللي هي في يعني ممكن في البدايه يجيب هدف او اتنين، انما بعد كده قدرات لعيبتنا الدفاعيه هتوقف اللعيبه دي خالص، مش هتخليها تعرف تلعب، يعني مش هتعرف توصل للحارس بصفه عامه يعني. اشكرك يا كابتن. يعني 6-0 هو الدفاع المناسب. كابتن مهند، شايف هجوميا اخلص الماتش ازاي؟ انا النهارده مش محتاج اقعد العب سيت بلاي واروح العب بهجوم كامل، محتاج اخلص ازاي؟ نخلص ازاي؟ عشان الماتش يخلص من الشوط الاولاني، دفاع قوي وجري فاست بريك.
زي ما كابتن ابراهيم قال، مصر بتلعب بالطريقه الاسباني اللي هو الستة صفر، ومن خلالها من الستة صفر دي ان ممكن يلعب 4-2 وممكن يلعب منها 5-1 بالظبط، على حسب مجريات المباراه، حسب اللعيبه اللي قدامه، اللعيبه الموجوده عامله ازاي. فالتكتيك شغال على طريقه لعب الفريق المنافس. الفاست بريك النهارده بنسبه 80% هو مكسبنا ان احنا نخلص الماتش من بدري عشان نفكر في الماتش بتاعكم. كابتن مهند اشكرك شكرا جزيلا، كابتن ابراهيم اشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين خلينا نروح لصاله واحد باستاد القاهره ومعلقنا كابتن عصام منيسي عشان ينقل لحضراتكم احداث المباراه. والشوط الاول مصر وغينيا في المباراه الافتتاحيه لبطوله افريقيا في نسختها 26. كل التوفيق لمنتخبنا المصري. اليك الكلمه زميلنا العزيز عصام المنيسي.